أهلا بكم. لم يكن اختلال منظومة القيم الاجتماعية العراقية بعد سنوات من الاحتلال الأمريكي أمرا مفاجئا، بل هو نتيجة طبيعية ومتوقعة لهذا الغزو الذي عمل الاحتلال طبعا والغزو والحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد العام 2003 عملوا على تفكيك منظومة القيم الاجتماعية العراقية وإحلال التوجهات والنزعات الطائفية والعرقية العلنية والمبطنة مكانها، وهو المشروع الذي أكملته لاحقا الميليشيات وفرق الموت عبر فرض نموذجها المشوه والغريب عبر الترهيب والترغيب. محاولات الميليشيات فرض ثقافتها ونمطها على المجتمع العراقي بعد تهشيم قيمه الأصيلة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل أصبحت الثقافة الميليشياوية هي السائدة بعد إزاحتها القيم الحقيقية للمجتمع العراقي بعد العام 2003؟ وهل سادت القيم المجتمعية الميليشياوية الشاذة في العراق بالترغيب فقط أم بسلاح الترهيب الذي يمارس يوميا؟ وما علاقة إشاعة الثقافة الميليشياوية بعسكرة المجتمع وتفاقم ظاهرة النزاعات المجتمعية وخاصة العشائرية بسلاح الميليشيات المتوسط والثقيل؟ وما هي خطورة اختراق الميليشيات لمنظومة القيم والأخلاق والأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع العراقي؟ وهل ثمة فرصة لاستعادة المجتمع العراقي قيمه الأصيلة والتعافي من التشوهات المجتمعية التي تسبب بها مشروع الاحتلال والميليشيات في المرحلة السابقة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي عبد الحميد العاني، عبد السلام الطائي. كان فيما سبق عندما يذكر العراق يتبادر إلى الأذهان العلم والعلماء والتطور العمراني والرقي الفكري والتحضر، أما الآن فعندما يذكر العراق يتبادر إلى الذهن الميليشيات وما بثته من انحطاط فكري وثقافي في البلاد بعد أن هجرت العلماء والمفكرين وكل من ارتقى بمستوى الأخلاق عن عالم الرذيلة. خرافات وجهل، تعصب وطائفية، وثقافة لا تعرف غير إقصاء الآخر دون أي تفكير بالمصلحة المشتركة للشعب العراقي. بعد عدة سنوات من ظهور الميليشيات، هذا ما طرأ على العراق من تغييرات في المجتمع الذي انخدع بداية الأمر بالميليشيات وبدأ ينظر إليها كبطل مخلص ويحاكي تصرفات عناصرها. ومن خلال هذه البوابة تمكن المخطط الإيراني من النفاذ إلى عمق البيئة المجتمعية العراقية وهيمن عليها، كما هيمن على الاقتصاد والسياسة والأمن، ضمن فكر ممنهج يعد أشد أنواع الاحتلال خطورة بسبب أثره الكبير في المزاج الشعبي العام. وعلى سبيل المثال لا الحصر، انتشرت الأغاني التي تمجد الميليشيات، وصار الشباب المغفل يقلدهم في اللباس وقصات الشعر وطريقة الكلام، كما كان لهذا الأمر دور في تفريغ حياة الشباب من كل هدف سام وتركهم فريسة للإدمان على المقاهي ومن ثم المخدرات. كل من رفض هذا النمط الحياتي الطارئ اضطر إلى هجرة العراق أو العيش في غربة فكرية بين مجتمع الميليشيات، لكن ولأن هذه الثقافة غريبة عن المجتمع لم تصمد أمام طبيعته الحية والتي تمثلت بثورة تشرين. شباب قدموا صورا مشرفة من الأخوة ونبذ الطائفية والإبداع الفكري والسمو الروحي والنضج السياسي، وأول سهام وجهوها كانت نحو الميليشيات وداعميها، معتبرينها أخطر طارئ على العراق في عصره الحديث. فلم تكن ثورة تشرين مجرد حركة تغيير سياسي، وإنما تعد عملية تنقية من شوائب الفكر التي حلت بالمجتمع. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في محاولات الميليشيات فرض نمطها أو نموذجها الاجتماعي على المجتمع العراقي بعد عملية تفكيك منظومة القيم المجتمعية في العراق وتشويهها وتهشيمها خلال المرحلة الماضية. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، ودكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع والذي سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة السويدية ستوكهولم. الضيوف كلهم عبر سكايب طبعا. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. مرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي،
دكتور، هل يمكن القول بعد كل هذه المرحلة من عملية تفكيك، تحطيم، تهشيم لمنظومة القيم المجتمعية في العراق، بدأها الاحتلال عام 2003، أكملت لاحقا من قبل الحكومات الموجودة التي تعاقبت على حكم العراق، أن هذه المنظومة الميليشياوية الطائفية أصبحت هي السائدة، أقصد الثقافة هي السائدة الآن في المجتمع العراقي، صبغت المجتمع العراقي بهذه الصبغة الآن نستطيع أن نقول، أم لا زال ربما الأمر فيه مبالغة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماجد، لا يمكن الحكم بهكذا، يعني حكم قطعي في هذا الموضوع. نعم. الصراع ما زال بين الفكر والقيم والأعراق في إطار السلوكي الموجود في المجتمع، مع هذه العادات والتقاليد والفكر الشاذ الجديد، هذا الفكر الميليشياوي. إذا ما عرفنا أنه الثقافة المجتمعية هي نوع من أنواع الثقافات التي تعكس ظروف وبيئة الشعوب، ويقال عنها مجتمعية لأنها تنطوي على الإطار السلوكي والقيمي للمجتمع. علماء الاجتماع يقولون أن المجتمع تكوين يتم التعرف عليه عبر ثقافته المجتمعية، فبالتالي الثقافة المجتمعية هي التي تعطي هوية للمجتمع، تعطي هوية حتى للأفراد، الثقافة المجتمعية. وهذه الثقافة المجتمعية لا تتكون بين ليلة وضحاها، يعني لها بناء تراكمي، حتى البناء حتى التخريب فيه جزء من بناء تراكمي، هكذا يفترض أن نتصور الموضوع. يعني حتى التخريب الذي حصل من عام 2003 لحد الآن هو أيضا بناء تراكمي للتخريب، وليس بناء من أجل الإيجابي، بناء سلبي يعني غيبت فيه تخريب تراكمي. نعم، غيبت فيه كل القوى، كل العقول، كل القيم، كل الأطر السلوكية والقيمية التي كانت في المجتمع يراد أن تغيب، والصراع ما زال محتدم. لذلك احنا نشاهد أن التظاهرات، وأنتم جئتم على ذكر ثورة تشرين، نعم، وقبل 25 شباط وغيرها، هذه التظاهرات التي يخرج بها الشعب ينالون من عنده بالرصاص والقتل، هذه جزء من 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 الممانعة، من المقاومة. المجتمع يقاوم هذه القيم الجديدة، هذه القيم الميليشيات وأعرافهم وسلوكهم الشاذ يقاومها. قبل وهكذا، ليس قبل، أقول في كل مجتمع رجال علماء الدين، رجال الفكر بشكل عام، علماء بشكل عام، رجال الفكر، الثقافة، الفنون، الرياضة، العدالة، الحقوق، هؤلاء كلهم يشكلون هذه المنظومة التي تدعم ثقافة المجتمع، التي تؤسس لثقافة المجتمع. لكن كل هذه منظومة من علماء الدين والعلماء بشكل عام والمثقفين ورجال الفكر لا يمكن أن يعملوا إذا ما كانت هناك مظلة حكومية داعمة لهم. إن كانت المظلة الحكومية هذه ضدهم، لديها قوى تعمل بالضد من فكرهم، بالتالي ستنال منهم، ستحجمهم، ستدفعهم إلى الظلمة. وهذا ما يحدث في العراق منذ عام 2003 لحد الآن. كل الحكومات التي جاءت، هذا النظام الذي يحكم العراق لا يجد لهذه القيم الطيبة، الأخلاق الراقية في المجتمع العراقي أن تسود. لذلك يريدون تفتيت المجتمع، وهذا جزء من مشروع الاحتلال، أن تفتيت المجتمع، تنال من قيمه ومن سلوكه ومن أعرافه ومن بيئته، وبالتالي تفكك قيمه، ولا يعد مجتمعا متماسكا. وهذا ما يحدث في العراق، لكن مع ذلك لا يمكن الحكم بشكل قطعي انه القيم الباليه السلبيه هي التي انتصرت، ما زال الصراع محتدم. نعم، اشكرك. اذا كان دكتور عبد الحميد جاهزا حتى نتوجه له، ان لم يكن جاهزا جاهز. دكتور عبد الحميد، اشار الدكتور رافع الى قضيه تفكيك منظومة القيم المجتمعية بدأها الاحتلال عام 2003 بإثارة نزعات طائفية وعرقية وقومية ومناطقية، وأسس أو صمم نظاما سياسيا قائما على هذه الأسس. هذا التفكيك الذي تعرض له المجتمع العراقي، وتشويه قيمه وتهشيمها وانزواها أو دفعها إلى مناطق مظلمة، تعتقد كان نتيجة طبيعية لصدمة الاحتلال، أم كان مقصودا التفكيك والإزاحة لإحلال
ما نناقشه اليوم عما يسمى بالنمط الاجتماعي الميليشياوي، الثقافة الميليشياوية، الفكر الميليشياوي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك والأساتذة الضيوف وجميع المشاهدين. أهلا. منذ بداية الاحتلال وكان خطابنا في هيئة علماء المسلمين أن الاحتلال مشروع متعدد الصفحات والجوانب، ولذلك يجب عدم الانخداع أو التركيز فقط على الصفحة العسكرية وإهمال بقية الصفحات، وعلى كل جهة من جهاتي المسؤولة في المجتمع العراقي الوطنية أن تقوم بواجبها في محاربة أو مقاومة صفحة من تلك الصفحات، ومن تلك الصفحات الصفحة السياسية والصفحة الثقافية. والصفحة الثقافية كان لها كبير الأثر، ربما غير منظورة وغير ظاهرة كما هي الصفحة العسكرية والسياسية. ولذا كان في خطاباتنا وأدبياتنا في هيئة علماء المسلمين أنه منذ الأيام الأولى في المبادئ التي قامت عليها الهيئة والأسس والأهداف أنه التركيز على مقاومة الغزو الفكري والثقافة الفكرية والثقافية الجديدة الطارئة التي يريد الاحتلال وعوانه بثها في المجتمع العراقي، واستبدال الثقافات الأصيلة التي يعرفها أبناء الشعب العراقي. هذه الثقافة، ثقافة الجديدة التي هي تخادم كذلك، يعني التخادم بين الاحتلال وبين إيران وأدواته، ليس فقط في الجانب السياسي فقط، وإنما في الجانب الثقافي الذي نتحدث عنه في حلقة هذه اليوم. الميليشيات منذ اليوم الأول لمجيئها مع الاحتلال، يعني الميليشيات كما قلت ربما في حلقة سابقة لا ترتبط بالراية الموجودة فقط اليوم، هي امتدادها للأيام الأولى للاحتلال التي عانت الاحتلال على تثبيت أقدامه في البلاد ومهدت له الطريق وكانت عونا له في الاحتلال، وتدعي اليوم طبعا أنها مقاومة له. منذ ذلك اليوم بدأت هذه الميليشيات وهي معاول بيد الاحتلال الأمريكي ومعاول بيد احتلال الإيراني، معاول هدم ضد العراقي وضد ثقافته، بدأت ممارساتها الثقافية الغريبة والطارئة على الشعب العراقي. بالمناسبة هذه الثقافات ليس الشعب العراقي انخدع بالميليشيات كلها، لا، قسم ربما منهم، قسم من العراقيين فقط، لأنه مرت عبارة أظن في تقريركم في بداية الحلقة أنه الشعب العراقي ربما توهم، يعني هي غير مقصودة لكن قد توهم أن الشعب العراقي برمته كان منخدعا بهذه الميليشيات، لكن الحقيقة لا، الكل يعلم أنه الشعب العراقي واعي ولا يزال واعيا. نعم، كان هنالك في مدة من الأوقات، زمن من الأزمان، أنه ازداد عدد المنخدعين به، لكن ليس الكل. الواعون من أبناء الشعب العراقي فئة كبيرة جدا، وهي تقاوم ثقافته وتقاوم ما جاء به وجاء به أسياده إلى العراق. نعم. سنتحدث أيضا عن هذه الصورة التي تهشمت الآن، عن صورة الميليشيات أنها كانت الحامي، الجدار الذي يستند إليه، المنقذ، المخلص وما إلى ذلك، وصولا إلى تظاهرات تشرين وكيف تحطمت هذه الصورة، وأصبح المجتمع ينظر لهذه الميليشيات على أنها قاتل، على أنها العدو وليس الحامي أو المنقذ. أشكرك دكتور عبد السلام الطائي، مرحبا بك دكتور. أهلا ومرحبا بك وبضيوفك الكرام. أهلا وسهلا دكتور. كأستاذ لعلم الاجتماع، عالم في الاجتماع، ما هي المخاطر التي تسجلها أو تؤشرها على اختراق الميليشيات لمنظومة القيم والأخلاق والتقاليد للمجتمع العراقي الأصيلة المبنية إلى قيم أو مستندة إلى قيم الدين، قيم اجتماعية، قيم أعراب بين المجتمع، قيم عريقة وأصيلة اخترقتها الميليشيات، ما هي المخاطر التي تسجل تؤشر؟ نعم، الحقيقة يعني كما تفضل الأخوة الأعزاء أنه بعد انقلاب منظومة القيم حصل اختلال في التوازن الاجتماعي، سيما بعد تحول دولة المواطنة إلى دولة الطائفة. نعم. إلى ذلك إلى انهيار ما نطلق عليه بالأمن الاجتماعي. نعم. سوشيال فورمال وسوشيال انفورمال. وحصل دمار متعمد للوزارات خاصة الأمنية،
والحكومية وللقوانين، وبالتوافق مع طبعا سيكولوجية الأحزاب وإيديولوجياتها المشحونة بلوثة الحقد والثار الفارسي المتجذر بالشخصية الفارسية. لذلك أصبح القتل، هنا تبدأ المخاطر، أصبح القتل وسرقة المال العام وحتى الخاص أصبح من حالة قيمية شاذة في الدين وفي السياسة، إلى وكأنه واجب ديني وإلهي لتلك الأحزاب والميليشيات، بحجة أن هذا المال العام الذي يسرق هو مال مجهول المالك، يجوز نهبه كما يجوز نهب مال النواصب وانتهاك أعراضهم. الحقيقة من ضمن المخاطر الأخرى التي تعرض لها المجتمع لأول مرة في تاريخ العراق، مثلا تجرأ بعثة الأمم المتحدة في العراق رفع علم المثليين ولم تحرك ساكنا المرجعية، تعرض نساء العراقيات في بعضهن في حي الشوافع في النجف للدعارة باسم الدين، ازدياد حجم الإلحاد والمخدرات وزيادة جرائم اللواطة والطلاق بسبب زيادة زواج المتعة. اليوم المحاكم العراقية بعضها في بعض المناطق تستقبل حالات طلاق أكثر من حالات الزواج. مباريات الصحف السويدية وخاصة الصحفيان المعروفون هنا في السويد تيريزي كريستينسون وتورون أندرسون نشر تقريرا ميدانيا عرض على التلفاز السويدي عنوانه بغاء سوق للنخاسة في المنطقة الصغرى. وكل ما حصل في العراق في عام 2003 لن نجده لا في كتاب غزالة العقل البشري للمرحوم أستاذ الدكتور الوردي ولا في كتب الاستماع الشواذ، إن لم تكن هذه الأفعال التي تحصل في العراق أكثر شذا مما قرأناه. هذه هي أهم المخاطر ومخرجات ما حصل في العراق بعد عام 2003. طيب وشكرا. دكتور، تعتقد أنه أيضا المجتمع لم يكن محصن بشكل كامل قيميا أمام مثل هذه الهجمة، أمام مثل هذه القيم الدخيلة المستوردة التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي، التي تحاول الميليشيات استجابتها من هنا وهناك وفرضها على المجتمع، أم أن الهجمة كانت أقوى من دفاعات وتحصينات المجتمع العراقي؟ هو بالتأكيد الحقيقة الهجمة كبيرة ليست قليلة، لأنه هجمة مكونة أولا من ثلاث دول كبرى. نعم. وبيننا وبينها ما فعله الحداد. نعم. اثنين، طبيعة الشخصية الانتقامية الفارسية والحروب التي مر بها أيضا المجتمع العراقي الحقيقة. لكن رغم ذلك الحقيقة ثوار تشرين في العراق، يعني الفرس بقوا لحد الآن في العراق لنقول أقل من عقدين، لكنهم هتفوا إيران برا وأسقطوا رئيس الوزراء وصنمية المرجعية. أيضا ثوار تشرين يطالبون بوطن، يشعرون أن وطنهم مسروق من قبل الفرس. فهذه الثورة الحقيقة التي حيرت التاريخ من أسباب صمودها ومفاجأتها للعالم وللعدو الفارسي أنها امتداد لانتصارات القادسية، لأنها تحمل العقيدة العربية الإسلامية لشعب سادة الحضارات ولجندي خاتم الرسالات. لذلك لا نخشى على هذا الجيل. نعم. ولا على الجيل السابق مما حصل، طالما لنا عمق ولنا أحداث تاريخية، الاحتلال البريطاني طرد والحكم الصفوي انتهى، فهذه كلها ترحل. الاحتلال لابد أن يرحل والشعوب باقية، وثوار الشعوب بإذن الله سوف يستردون وطنهم ويستردون ثقافة الحياة ويرفضون ثقافة الموت. وشكرا. أشكرك دكتور رافع الفلاحي. هذا النمط أو هذا النموذج الذي تحاول الميليشيات أن تفرضه على المجتمع العراقي، هل تعتقد أن عملية الفرض تجري بعملية الإغراء والترغيب؟ الآن الدولة العراقية بيد الميليشيات بالكامل، كل مقدرات العراق بيد الميليشيات، وبالتالي من يريد أن يأتي إلى مسارها وطريقها يجد الكثير من المغريات مادية، وظيفية، دراسية،
وجاهات اجتماعية وغير ذلك، أم أن القضية تجري قسرا بفوهات البنادق بالكواتم بالتخويف والترهيب؟ أستاذ ماجد، أنت وضعت يعني إصبعك على الجرح. نعم، لب القضية ما يتعلق في ما تحدثت به وما أشرت إليه. الحقيقة أن المجتمع كأفراد ينظرون وكجماعات ينظرون إلى ما يحدث، وبالتالي ما يحدث، لذلك أنا قلت أن الثقافة المجتمعية تعكس ظروف وبيئة الشعوب. ينظرون إلى البيئة والطبيعة هذه الموجودة أمامهم والإطار السلوكي والقيمي للمجتمع، وبالتالي يتصرفون وفقا لما هو موجود. عندما وسأعطي أمثلة ربما لتوضيح يعني الإجابة على سؤال حضرتك. نعم. الميليشيات الآن نعم هي التي تفرض ثقافتها على المجتمع، تدفع الناس بهذا الاتجاه قسريا وبالنماذج وبالتصرف. كيف؟ عندما يتصرف الميليشياوي في الشارع تصرفات غريبة عجيبة، يضرب الرصاص ويقتل ويعتقل ولا أحد يحاسبه، الشعب الذي يراقب سيجد أنه الفلات من العقاب شيء طبيعي، فبالتالي هناك ضعاف النفوس، هناك من تدفع بهم الحاجة بطريقة أو بأخرى إلى أن يسلكوا نفس السلوك وينضموا إلى الميليشيات لكي يحصلوا على هذه المكاسب، لكي يتصرفوا بهذا التصرف، يكسب مالا، يكسب وظيفة، يكسب جاها، يكسب بيتا، يكسب أرضا بواسطة هذه الميليشيات. ودعني أعطي الأمثلة السريعة، يعني عندما يعني يقبض على طوال هذه السنوات من إصدار أربع إرهاب، قانون أربع إرهاب، لحد اليوم ألقي القبض على مئات الآلاف من العراقيين بتهم الأربع إرهاب، لم يطلق سراح واحد. عندما يطلق سراح قيادي في ميليشيات معروفة مثل قاسم مصلح وهو متهم بأربع إرهاب، والحكومة تخرج لتتهم القضاء بأن القضاء هو الذي أطلقه، إذن هي الحكومة تشكك في القضاء. وأنت تعرف أن هذه قضية مضحكة مبكية، أن الحكومة هي من جاءت بالقضاء، وهذه هذه يعني القضاء والحكومة، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، هذه كل السلطات هي من معين واحد، من هذا المعين نفسه، من نفس الوعاء الميليشياوي الذي يحكم العراق. نعم. فبالتالي قيمة الـ يعني منظومة الأخلاق ومنظومة العدالة تمس بشكل واضح، والشعب يراقب هذا عندما ينظر إلى أنه الإفلات من العقاب ممكن لبعض الجهات، فلماذا لا ينخرط بعض ضعاف النفوس في هذا الاتجاه ويذهبوا بهذا الاتجاه؟ هذا واحد. وهذه قضية، دعني أقول أولاً، هذه قضية طبيعية في ظل ظروف وبيئة تشجع على هذا الموضوع من عام 2003 لحد الآن. لكن الغير طبيعي مثلا، رغم المثال الذي سأعطيه بعيد ربما، يعني بعيد بالشكل، يعني عندما يفوز الفريق العراقي لكرة القدم ببطولة آسيا عام 2007، أنت ترى هذا الموضوع غريب وشاذ، لأنه بلد منهار، بلد قيمة لا فكرية ولا رياضية ولا فنية ولا علمية ولا دينية، نعم، بشكل تدفع إلى الفوز أو الحصول على نتيجة طيبة. نعم. إذن أنت تعود إلى أنه الأربع سنوات 2007، إذن هذا جيل لديه من القيم الأخرى المجتمعية التي ما زالت باقية، لذلك أنا قلت الصراع ما زال محتدم. نعم. عندما تنظر إلى المقاومين الذين قاوموا الاحتلال، وهذا مثال آخر، يقتلون ويطاردون ويتهمون بالإرهاب، في نفس الوقت ترى من يدعون المقاومة ويقولون نحن فصائل مقاومة إسلامية وهم يعملون بأجندات خارجية، وهم ينالون من الشعب ويسرقون وينهبون ويقتلون ويشيعون الطائفية، هذه الفئة مقدرة وتحكم، وهذه الفئة مطاردة ومنبوذة ومتهمة بالإرهاب. فأنت أمام حالات كل هذه تشكل علامات مضيئة داخل المجتمع، والناس يعني مع ثقافاتها، مع تدني ثقافاتها، مع الجهل والأمية والتركيز على هذه القضية، تضطر إلى البعض منهم يضطرون إلى الانسلاخ والذهاب بهذا الاتجاه. أشكرك. نعم. أستأذن من الضيوف الكرام ومن المشاهدين الكرام أيضا، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار. ابقوا معنا.
مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في محاولات الميليشيات فرض نمطها نموذجها الاجتماعي على المجتمع في العراق. في طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور عبد السلام الطائي. دكتور عبد الحميد العاني، يعني هناك من يربط بين عسكرة المجتمع، ما يجري في المجتمع الآن من نزاعات عشائرية واجتماعية، تتم هذه النزاعات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، هذا السلاح الذي تسميه الدولة السلاح المنفلت أو المتسيب هو مبذول في الشوارع والساحات وفي الأسواق، وبين هذا النموذج الميليشياوي الذي يراد فرضه أو صبغ المجتمع بصبغته، وكأنه قضية السلاح المبذول أو السائف في الشوارع بأرخص الأثمان واحدة من تجليات هذا النموذج الذي تريد الميليشيات أن تفرضه على المجتمع حتى يبقى في هذه الدوامة من القتال، من الاقتتال والمواجهة. نعم، بالتأكيد هو هذا أثر من هذه الآثار، أثار العملية السياسية كلها والثقافة التي جاءت والاحتلال عموما ومشروع الاحتلال والعمل الميليشياوي عامة، وثانيا هو وسيلة، كذلك وسيلة للوصول إلى هدفهم وهو تفكيك المجتمع وتدمير هذا البلد، تدمير العراق ثقافة واجتماعا كشرائح اجتماعية وتاريخ وعلم وحضارة واقتصاد، وتفكيكه في كل الجوانب. هذا جزء، فهو يراد مقصود أولا من أصحاب المشروع غاية لهم، وثانيا هي أحد الآثار التي كانت انعكاس لهذه الممارسات الميليشياوية والممارسات الحكومية أيضا، لأن الحكومة أيضا هي جزء من الميليشيات بالمناسبة، ولأنه أحيانا قد يتصور البعض من خلال بعض التصريحات أن الحكومة هي في خندق مواجه للميليشيات بشكل عام. لا، الحقيقة هو جزء واحد، مشروع واحد، خندق واحد. نعم، هنالك تصريحات جزئية لتنافسات محلية أو هامشية ضيقة، هذا أمر. الأمر الآخر الذي أنا أود أن أنبه عليه هنا ونحن نتكلم ونخاطب المشاهدين عن هذه المخاطر، مخاطر الثقافة التي جاءت مع الميليشيات ويراد فرضها عليه، نذكرهم بالثقافة العراقية السابقة حتى تتم المقارنة وتصلح المقارنة ونعلم الخطر الكبير الذي وصلنا إليه. العراق عموماً هو دكتور، اسمح لي دكتور، اسمح لي، سنتحدث عن فرصة أو السبيل لاستعادة المجتمع العراقي قيم الأصيلة، تعافي، نفض والتخلص من هذه الثقافة. خليني أسألك عن نقطة أيضاً مهمة، يعني هذه الأمراض التي سارت في المجتمع العراقي من المخدرات، من البطالة، من العوز وغيرها من الأمراض الاجتماعية، يعني هل كانت الحقيقة يعني كأنه أريد لها أن تكون أرض خصبة وبيئة مناسبة لتقبل هذه القيم الميليشياوية، الثقافة الميليشياوية، عملية إفراغ المجتمع من قيم الأصيلة ثم الملأ بهذه القيم، فهذه إلى أي حد ساهمت؟ بالتأكيد، يعني كما قلت أيضا في جواب السؤال الأول، هي في ذات الوقت هي أثر، نعم هي أثر من آثار هذا العمل الميليشياوي والمنهج الميليشياوي والمنهج التدميري للعراق، وكذلك هي خاصة وسائل، خاصة دكتور مع انهيار منظومة التعليم، عملية التجهيل تأكيد الديني. نعم بالتأكيد، يعني هي تكون كوسيلة أيضا لإجبار قسم من المجتمع ولا سيما شريحة الشباب للانخراط أو للذهاب بهذا الاتجاه والقبول بمثل هذه الممارسات، وربما يكون أيضا نتيجة أيضا هدم للجوانب الأخرى اللي هي تكون محصنة للشعب، والتي أشرت إليها بقضية المنظومة التعليمية، سواء كانت منظومة التعليمية الرسمية المدارس وغيرها أو المنظومة التعليمية اللي هي الدينية المساجدية وغيرها. الأمر الآخر
الذي هو نظام الأسرة، لأنه الأسرة استهدفت من قبل هذا المشروع الثقافي. ولذلك ترى من آثار هذه الهجمة على الأسرة التفكك الأسري اليوم، وكذلك المنظومة عموما، المنظومة الاجتماعية في محاربة شرائح مجتمعية محترمة كانت سابقة وخفضها، وفي المقابل رفع شرائح جديدة طارئة لتكون هي القدوة، أو تكون ربما الحلم لبعض هؤلاء الأجيال الجديدة أو الشباب، الذي لا ينظر من زاوية واعية كاملة وإنما من زاوية ضيقة بسبب التأثيرات المادية طبعا، والتأثيرات السلبية للتعليم السلبي وغير ذلك. فكل ذلك يؤدي إلى أن يكون هؤلاء الشباب الذي ضعف التعليم عنده، ضعف الجانب الديني عنده، ضعف التربية الأسرية، أنه يكون أحد الدعائم لهذه المشاريع الميليشياوية وجزء ربما منها. نعم دكتور عبد السلام، فيما يسمى أيام أو إبان أيام الحرب على الإرهاب على داعش وما إلى ذلك، قاتلت داعش الحقيقة أطراف داخلية في العراق وأطراف أيضا دولية، هناك التحالف الدولي وهناك الطائرات الأمريكية وهناك قوات حكومية أيضا مع الميليشيات قاتلت ما يسمى الإرهاب، لكن الحقيقة جرى تركيز شديد إعلاميا وفي الخطاب السياسي على دور الميليشيات، خاصة ميليشيا الحشد، وكأنه كان واحد من الأهداف لهذه الحملة التسويقية، وكانوا تقديم الميليشيات كنموذج مشرق ونبراس حتى يتسنى، حتى المجتمع ربما يبدي إعجابه، يقلد هذه الميليشيات على اعتبار أنها هي من صنع النصر على الإرهاب، هي من أعاد العراق، كان واحد من أهدافها، يعني واحدة من أهدافها هذا الهدف. هل فعلا؟ نعم، والحقيقة الغرض من ذلك تشفير صورة الميليشيات. نعم، وكلنا نلاحظ أن السلوكيات الشاذة للميليشيات وداعش، وان اختلفت الاسماء فكان هدفهم وكان سلوكهم واضح. هو الذي حصل يا سيدي في العراق، يعني من انقلاب في منظومه القيم، هذا الانقلاب تمحور في تغيير الوزارات الحكوميه، وبنفس الوقت تغيير القوانين. نجم لما تغير الحكومه وتغير اجهزه الامن والجيش وغيرها من الجهات المعنية بحفظ الأمن الاجتماعي، سوف ينجم عنها، تحتاج إلى قوة لتنفيذ هذه القوانين. القوة التي تنفذ هذه القوانين اليوم هي الميليشيات وليست الحكومة أو الجيش. والحادثة الأخيرة حادثة اعتقال وإطلاق سراح قاسم وتهديد رئيس الجمهورية وغيره، يدلل على أن الميليشيات هي القوة المسيطرة بقوة أو بثقافة اليد على الزناد بثقافة الموت. هذه الأمور كلها استخدمت بعد تفكيك الوزارات وتغيير القوانين، استخدمت لتفكيك الأسرة، لتفكيك العشيرة، لتشويه الدين، وتحت طبعا حرام الميليشيات. فثقافة الموت بالقوة الميليشياوية المتناغمة مع سيكولوجية الأحزاب المشحونة بلوثة الحقد الفارسي، الحقيقة هذه العوامل كلها أدت إلى تقوية الميليشيات. الميليشيات كما هو معلوم هي مدعومة من قبل إيران، وتستلم أوامرها من السفير الإيراني، وتستلم أيضا أوامرها من إيران، من الحرس الثوري. لذلك الميليشيات تحاول الآن إجراء تغيير ديموغرافي، تشويه الدين، تشويه الأسرة، تفكيك المجتمع العراقي. على صعيد الدين مثلا، أصبح الآن لدينا صراحة دين فارسي ودين إسلامي. العشيرة الآن أصبحت عشيرتان، بعضها طبعا وليس كلها، العشائر العراقية الأصيلة والعشائر الحكومية. الأسرة، وهذه مسألة خطيرة ومهمة أستاذ ماجد، نعم. الأسرة الآن، هنالك الآن الأسرة الشرعية وهي الأسرة العراقية الأصيلة التي لم تتأثر بقوة القوانين وقوة الميليشيات على إجبار النساء، الأسرة الشرعية، وهنالك الأسرة غير الشرعية المدعومة بالقوانين بقانون رفحة. أشكرك دكتور. خارج موضوعنا بس حتى لن نتوسع، عندنا الوقت أيضا يعني ضيق جدا. دكتور عبد الدكتور العفو دكتور رافع الفلاحي،
دكتور، الميليشيات قدمت في المرحلة السابقة طبعا في نفس النقطة اللي أنا سألت عنها دكتور عبد السلام الطايب، سوقت على أن الميليشيات هي المنقذ، هي محقق النصر، هي التي حافظت على العراق وعلى شعب العراق، واستمرت عملية تسويق وترويج هذه الصورة المشرقة للميليشيات بين قوسين للمجتمع، وصولا إلى تظاهرات تشرين، تظاهرات تشرين وما جرى فيها من قتل ومن اغتيالات ومن تغييب، وما زال طبعا مستمر لحد الآن. هناك طبعا أكثر من 1000 من الناشطين والمتظاهرين. كيف ساهمت ثورة تشرين بتمزيق هذا القناع عن الميليشيات، بافتضاح هذه الصورة الدموية للميليشيات؟ ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر؟ أستاذ ماجد، يعني معلوم هو بشكل واضح جدا أنه كل يعني كل منظومة معينة تريد أن تبرز قوة معينة. دكتور، خليني أسأل سؤال آخر بلكت، يعني تعتقد أنه لولا ثورة تشرين وما جرى فيها من قتل للمتظاهرين والناشطين برصاص الميليشيات جهارا نهارا على رؤوس الأشهاد مباشرة في على وسائل الإعلام، لبقيت الميليشيات أنه النموذج المشرق وأنه نموذج يحتذى ويقتدى به، ومن السهل عليها أن تعمم نموذجها على المجتمع؟ لا، الحقيقة يعني دعني أقول لك بشكل صريح، المجتمع أكثر وعياً مما نتصور، أكثر وعياً من هذه القضية، ولا ثورة تشرين ما كان لها أن تخرج بهذا الشكل، بهذا الشباب العابر للطائفية، العابر لكل هذا، ويطالب بوطنه، ويريد أن يسقط كل القوى التي تحكمه، ويريد أن يسقط الميليشيات. هذا ما تكون بين ليلة وضحاها، هذا تكون أيضاً بناء تراكمي إيجابي في نفوس الشباب، ورؤية وتمحيص ورؤية دقيقة لهذا الموضوع، وهذا لا يتم بين ليلة وأخرى، يعني ليلة وضحاها الحقيقة. نعم، القوى الحاكمة للعراق، هذه القوى الشاذة، أرادت أن تدعم هذه القوى المسمى الميليشيات، يعني أعطتها مساحتها في التحرك، أعطتها مساحتها في الدعم والتلميع، وهي ملمعة وليست لامعة. أرادوا تلميعها بهذه الطريقة ودفعها للواجهة لكي تكون هي المسيطر الأساس على واقع العراق، وهذا ما هو مطلوب. لذلك يعني عندما تنظر إلى الصورة بشكل واضح ستجد أن هناك بطالة، والناس تدفع، الشباب خريجي الكليات وخريجي المعاهد ولديهم شهادات عليا، لا وظيفة لهم أمام الشارع، لكن إذا انتمى للميليشيات وانتمى لهذه الأحزاب سيجد وظيفة وسيجد وهكذا. وعندما ينظرون إلى حتى المنظومة العسكرية والأمنية سيجدون أن هناك رتبا وهناك مناصب أعطيت لناس ليس لهم علاقة بالعسكرية، وربما ليس له إلا شهادة الابتدائية أو لا يعرف يقرأ ويكتب، وشاهدنا الكثير من هذه. فبالتالي كان استهداف، هناك استهداف واضح للعلم والفكر والثقافة وكل القيم والإطار السلوكي والمنظومة السلوكية والقيمية للمجتمع، وصولا إلى تفتيت هذه القيم، وبالتالي المجتمع شباب ونساء، كبار، رجال، شيوخ، صغار، كلهم يؤمنون أن هذا النموذج الميليشياوي هو النموذج السائد وهو النموذج الحاكم، وأنت إذا أردت أن تحيا في العراق عليك أن تتماهى مع هذا السلوك، تتماهى مع سلوكه. هذا كان هو المطلوب. لكن ثورة تشرين، ودعني أقول حتى التظاهرات السابقة، كلها كشفت الميليشيات وكشفت هذه القوى من أول يوم كشفتها. لكن ربما ثورة تشرين لأن العنصر الذي يعني اشترك في هذه الثورة بغالبية كبرى ممن كانوا يسمونهم الحاضنة لهم، فعندما يواجهون الحاضنة لهم ويقتلونهم ظهرت الصورة واضحة أن هؤلاء ليس لهم علاقة لا بطائفة ولا بدين ولا بمذهب ولا بأي شيء، هؤلاء لهم علاقة بسلوك معين، بأجندة معينة. ويبدو دكتور هذه نقطة مقتل الميليشيات الكبرى التي يمكن لا تعالج. نعم صحيح. لذلك الفرد الآن لا يشعر بالطمأنينة، لا يشعر بالراحة، لا يشعر بالأمن والأمان والقدرة على العطاء، لا يشعر بالعدالة. لا يفرح بالعدالة عندما يرى قاسم مصلح
يخرجوه وقاتل المتظاهرين يخرجوه بها. لا يعني ليس له ثقة بكل هذه القوى الحاكمة للعراق، ليس له ثقة بكل هذه المنظومات التي تسمى قضائية تنفيذية تشريعية، ما عادت هناك الثقة. هذه الميليشيات دمرت هذه الثقة بين المواطن وأي سلطة موجودة في العراق. لذلك الموجة الكبيرة التي ستزيح هؤلاء قادمة لا محال، هم بأيديهم فتتوا يعني، يعني نعم ثورة تشرين كشفتهم، لكن هم بأنفسهم من دمر كل هذه المنظومة، من أجج كل هذه الأحقاد الشعبية. نعم. أشكرك دكتور. دكتور عبد الحميد، بعد هذه المرحلة من عمليات التفكيك، من عمليات التهشيم والتحطيم والتشويه لمنظومة القيم في العراق، بدأها الاحتلال، أكملتها الميليشيات والحكومات الطائفية، تعتقد أنه ما زالت هناك فرصة للمجتمع لاستعادة قيم الأصيلة، التعافي من هذه المرحلة من من التشوهات المجتمعية، أم أن القطار فات كما يقال وليس ثمة فرصة؟ لا لا يزال الوقت يعني مبكر جدا على حتى أن نصل إلى درجة اليأس هذه. نعم. لأن الشعب العراقي شعب ليس شعب جديد وطارئ، وإنما جذوره التاريخية والحضارية عميقة جدا ومتجذرة، والشعب العراقي يصنف بأنه شعب مجتمعي، ولذلك العلاقة الاجتماعية والمجتمعية علاقة قوية بين أبناء الشعب العراقي. يعني حتى العشيرة والقبيلة هذا لها أثر كبير في عند أبناء الشعب العراقي، بل حتى عند المدن، يعني حتى المدن الكبرى، حتى بغداد العاصمة، غالبية أبناء الشعب العراقي في العاصمة في بغداد كانت تسود عندهم، أنا أتكلم قبل أن يطرأ هذا الأمر الطارئ الجديد، تسود عندهم علاقة الجماعة وعلاقة المحلة والتعاون والجيران وإلى غير ذلك. ورغم الآن، رغم هذا الزمن الطويل من زمن الاحتلال من 2003 إلى الآن 18 عاما، رغم كل المآسي والتغيير، لا تزال كثير من أحياء الشعب، أحياء البغدادية تحديدا بغدادية لأنه خليط، لا تزال عندهم هذه الصفة، صفة الجماعة والجيران وإلى غير ذلك. ولذا وأيضا عفوا قبل أن أقول لذا، أيضا رأينا كما أشار الدكتور رافع وفي سؤالكم، وأن الشعب العراقي بوعيه في ثورة تشرين وغيرها أثبت أنه شعبا واعيا ومتمردا على هذه الظاهرة الميليشياوية وآثارها التي يراد فرضها على الشعب العراقي. ولذا كله نقول أن الأمل كبير، الأمل كبير بالجذور الموجودة عند أبناء الشعب العراقي، والأمل كبير بالجهات العراقية، الشرائح العراقية الاجتماعية والنماذج الوطنية فيها والفكرية والثقافية التي لم تنخدع ولم تنحدر إلى هذا المستوى ولم تنخرط في هذه المشاريع، سواء كانت مشاريع سياسية أو اقتصادية أو ثقافية وميليشياوية وعسكرية وغيرها. لا يزال هؤلاء جميعا لهم دور كبير إن شاء الله تعالى في تنمية الجوانب الإيجابية عند الشعب العراقي وبيان وفضح الجوانب السلبية، ولذا ستنتصر إرادة الحق إن شاء الله تعالى عاجلا أو آجلا. دكتور عبد السلام طائي، تعتقد أن هذا النموذج الاجتماعي الميليشياوي الذي بدأ الآن في طور الاحتضار، كما مشروع الاحتلال والعملية السياسية الحقيقة في طور الاحتضار، وأنه الحقيقة لا فرصة لاستمرار هذا النموذج الميليشياوي، ولا فرصة لترميمه، ولا فرصة للاستمرار به، لأن المجتمع الآن كما ذكر الأساتذة في حالة نفور وكره لهذا النموذج. نعم، والحقيقة العراق يعني هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها للاحتلال. نعم، سبق وأن تعرض أيضا للاحتلال البريطاني، وتعرض للحكم أو الاحتلال أيضا الصفوي قبل مئات السنين. لكن طبيعة وسيكولوجية وجذور الشخصية العربية عموما بما فيها الشخصية العراقية يقود للحديث عن عرب 48 بفلسطين. نعم. والذي حصل قبل أسبوعين عندما ثار الشعب الفلسطيني من أجل الأقصى بثورة الأقصى رغم مضي 70 سنة على الاحتلال. نعم. في العراق الاحتلال الفارسي مضى عليها أقل من عقدين، وقبل قبل أسابيع أيضا بفلسطين شاهدنا الهتافات ضد المحتل الصهيوني. نعم. ثوار تشرين العراق المحتل من قبل الفرس
أخذوا يهتفون يشعرون بالغبن بالظلم بالفشل بالقهر، أخذوا يهتفون إيران برا برا، أسقطوا رئيس الوزراء وأسقطوا صنم المرجعية. العراقيون كما طردوا الاحتلال الصفوي والاحتلال البريطاني قادرون على طرد المحتل الصفوي في الوقت الحاضر، وذلك لسبب الرئيس تجذر روح المواطنة العراقية العربية الإسلامية لشباب والذين هم جند أحفاد جند قاتم الرسالات وشعب سادة الحضارات قادرون بإذن الله على تطهير الثقافة العراقية والمجتمع العراقي من دنس الميليشيات والتشوهات العقائدية الفارسية. شكرا للدكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع، كان معنا من العاصمة السويدية ستوكهولم عبر سكايب. وأيضا نشكر دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وكان معنا أيضا عبر سكايب في حلقة الليلة من طاولة حوار، والتي بحثت في محاولات الميليشيات فرض نمطها أو نموذجها الاجتماعي على المجتمع العراقي بعد مسيرة طويلة من عملية التفكيك وتهشيم منظومة القيم الاجتماعية في العراق. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.